برنامج عمل الحكومة دخل حيز النقاش بعدما شرعت الحكومة بالكشف عنه في الجلسة الماضية من خلال شرح قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل وفريق العمل المساند لها حول بنود البرنامج. المجلس قرر تأجيل مناقشة البرنامج إلى الجلسة القادمة يوم الثلاثاء في 10 مارس المقبل ليدون النواب نقاطهم حول خارطة العمل الحكومي بعدما تم الكشف عنها. طبعا برنامج العمل الحكومة بالوضع الطبيعي يجب أن يقدم متزامنا مع بداية دور الانعقاد الكامل، في حين أن الوضع الحالي الحكومة الحالية الأولى لسمو الرئيس جاءت في 10 شهور الأخيرة من دور الانعقاد الحالي. لذلك من هذا المنطلق كان لزاما علينا أن نقدم هذا البرنامج على 3 محاور مبنية وفق ما تعهد به سمو الرئيس لدى مجلسكم الموقر في الجلسة الخاصة بالقسم. الوزير العقيل قالت خلال الجلسة إن البرنامج يمثل نهج عمل الحكومة حتى انتهاء الفصل التشريعي الحالي، وبينت أنه تم إعداده وفق المحاور التي تعهد بها سمو رئيس مجلس الوزراء، وهي تعزيز النزاهة والحوكمة المؤسسية وتطوير الأداء الحكومي والتحول الرقمي للخدمات الإلكترونية. تلاحظون أن 3 محاور اللي احتواها برنامج عمل الحكومة هي تأتي من مظلة كبيرة من توجيهات سيدي حضرة صاحب السمو بالقضاء على الفساد، فتعزيز النزاهة وتطوير الأداء الحكومي، التحول الرقمي للخدمات الحكومية هو أساس انطلاق الحكومة الأولى لسمو الشيخ صباح. وفي ضفة المجلس يتطلع العديد من النواب إلى برنامج حكومي يتسم بالواقعية والالتزام وسرعة التنفيذ، كما يرى النواب أيضا أن المواطن يجب أن يتصدر قائمة الأولويات من خلال تحسين وتطوير الخدمات، معبرين عن استعداد مجلس الأمة لإنجاز التشريعات اللازمة لذلك. أحمد الشمري، تلفزيون المجلس.